خليني اخد حضرتك لمنطقة مرتبطة بهذا الكلام ايضا، لانه احنا عندنا تجارب في تاريخنا الحديث، تجربة محمد علي والتحديث اللي عمله والبناء اللي عمله، وبعدين تجربة اسماعيل حفيده اللي هو تحديث يمكن اكثر خطوة الى الامام عن ما فعله محمد علي، وبعدين تجربة الرئيس عبد الناصر. لدينا في العقل المصري انه هذه التجارب هزمت لان هناك مؤامرة كبيرة على مصر. أنت لا تتبنى هذه النظرية؟ لا لا أتبنى نظرية المؤامرة على الإطلاق لسبب جوهري وبسيط جدا وساذج جدا. أن المؤامرة جزء من حركة التاريخ منذ بدء الخليقة. حاجة لم طبيعية لم يحدث لا أنا لا أعرف تاريخا لأي دولة في العالم دون مؤامرة، واللي عنده معلومة هكون شاكر ليه جدا ويعني مستعد أروح أشتغل عنده أخدمه بعناية إلى أي عدد من السنوات إلى أن يطلق سراحه. أيوة. أن يجيب لي معلومة أن في دولة في العالم لم تتعرض للمؤامرة. ده مبدئي. أنا عندي يعني مثلا لو اتكلمت عن الحروب في أوروبا. مش هخلص. طب لو اتكلمت عن الحروب في آسيا. مش هخلص. يعني في النهاية فين 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 الدولة التي لم تتعرض ده إنجلترا كانت محتلة كانت لا تغرب عنها الشمس. هي وفرنسا وتأمروا على نص العالم. والدول التي تم غزوها اي تعرضت للمؤامرة. اكبر دولة الان في اكبر دولتين سكانا في كوكب الارض الان هو الصين والهند تعرضوا لعشرات المؤامرات. طب هتفق مع حضرتك في ده. لكن انا مش هفسر بالمؤامرة الخارجية. لكن هي انا قصدي سبب لكن مش السبب الجوهري. تجربة التنمية يعني مثلا تجربة تنمية محمد علي، تجربة الميجي في اليابان بدأت بعد محمد علي بحاجة في 30 سنة. طب هم كملوا اليابان حضارة عسكرية يتغزو ينغزي، تروح حربت في الهند وحربت في الصين وحربت في كوريا وحربت في فيتنام، حربت في كل آسيا طول الوقت. طب احنا ليه المشكلة؟ ليه هم كملوا واحنا ما كملناش؟ واحنا ما كملناش. هما احنا ما كملناش لان تجربة محمد علي تجربة الشريحة. ثلاث تجارب على فكرة. عدا تجربة عبد الناصر كنت احاول كان هي التجربة الوحيدة اللي قدامها فرصة هائلة ولم تكتمل. انا عملت شريحة صغيرة من المجتمع المصري، بعت بعثات بر. بدأت اعلم. بدأت اعمل ترسانة بحرية. بدأت اعمل اسس جيش. وبدأت اجيب قوات من الخارج يعلموا المصري يبنوا جيش يساعدوا في الجيش المصري. وبدأت أعمل هندسة خانة وأعمل الطب والكلام ده كله وكل الحاجات العظيمة دي. لكن بقية المصريين كانوا فين؟ كانوا برا التجربة. يعني دي كانت تجربة شريحة. تجربة شريحة. تجربة الشريحة. ضعفت هذه الشريحة فالتجربة بتضعف. المجتمعات تنمو عندما تتحول الشريحة إلى تيار عام. لم يحدث أن تحولت الشريحة الفكرية أو الشريحة التي تم تحديثها أو التحديث في المجتمع المصري بالمعنى العقلي، لأن الحضارة هي نمط في التفكير والعمل. مش مجرد إن أنا بستخدم العربية والموبايل وبستخدم قاعد على الكمبيوتر. أنت مستهلك لأدوات الحضارة. الحضارة أن تكون منتجا لأدوات الحضارة. الحضارة أن تكون منتج لأدوات الحضارة مش مستهلك ليها. مجرد إن أنا بستخدم الكمبيوتر مش معنى متحضر، مش دي التحضر. مش مظهر. أنا كده متمدن. مش من مظاهر الحداثة. أنا متمدن أعيش عصري. تركب العربية اللي تنائم عصري. ولو عايز أسافر أمريكا هسافر في الطيارة مش هركب الجمل. لكن أنا مش منتج ده. فالحضارة مسألة مختلفة خالص. خالص. إحنا عمرنا ما لازم التيار العام يبقى الثقافة دي والوعي ده والتحديث ده يتنقل لحد ما يصل لقاع المجتمع أو غالبية المجتمع. يبقى التيار العام تطبع بالتحديث. يعني ايه تحديث؟ زي ما قلت هو نمط في التفكير. ان التفكير بيفكر طريقة بطريقة طريقة أداء طريقة كمان. تفكير مختلف. بفكر بطريقة مختلفة. يعني اللي هو تغيير الثقافة. ان انا أرى الحياة. ثقافة يعني كيف أرى نفسي وكيف أرى الآخرين وكيف أرى العالم وكيف أتعامل معه. ببساطة. ببساطة جديد. ده أداة معنى الثقافة الحقيقي. مش إن أنا عندي معلومات. أنا ممكن يبقى عندي معلومات. دي اسمها معرفة. مش ثقافة. لا دي ده جامع معلومات. لأن أنا بسمي العقل هنا في الحالة دي مخزن كراكيب. حضرتك مخزن كراكيب وحطت فيه مجوهرات. مخزن كراكيب برضه. بالظبط. مش هيبقى حاجة تانية.
طيب خليني انا بس عايز اقول اتفضل. امتى المعلومات لها قيمه؟ اي معلومه حضرتك ما لها قيمه لها، ما فيش معلومه لها قيمه الا حين تستخدم لما بالزبط. تحولها الى فعل في حياتك. اذا لم تتحول الى فعل، وفعل معناه ان في قرار، يبقى في تفكير يصل لقرار. حياه الانسان عباره عن ايه؟ سواء هذا الانسان مواطن عادي، مسؤول كبير، مسؤول صغير، مسؤول متوسط، ايا كان، حياتك كلها عبارة عن قرارات. هتفطر الصبح، ما ده قرار. هتخرج الساعة 7 ولا الساعة 8، ده قرار. هتعدي الشارع صح ولا تعدي غلط، ده قرار. هتسوق العربية صح ولا هتسوق، ده قرار. أي حاجة في حياتك هي مجموعة من هي طول الوقت قرارات. البشر في حالة الثقافة الجيدة الواعية تبقى قراراتهم أقرب إلى الصحة، فالحياة تتقدم إلى الأمام. عندما تكون قراراتهم ليست أقرب إلى الصحة وأقرب إلى القطع أو العشوائية، مستحيل أن يتقدموا. طيب فيحصل إيه بقى؟ خلينا في التجربة.